إذا نتطوف في العالم من حولنا. معنا من دبي رائد الخضر كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إكويتي. رائد أسعد الله أوقاتك بكل خير. يعني الأسواق في الغد تترقب إعلان قراءة مؤشري مديري المشتريات PMI في كل المنطقة الأوروبية، الولايات المتحدة أيضا بريطانيا. هناك توقعات رائد للمركز الأوروبي برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماع فبراير المقبل. كيف تقرأ هذا المشهد؟ ما تأثير ذلك على الأسواق؟ طبعا طيب، نحن نقرأ المشهد الحالي على أنه هناك يعني تغير كبير يحدث داخل المنطقة الأوروبية إن صح التعبير، وبما يتعلق بالتضخم، فالتضخم صحيح بطريقة غير مباشرة بدأ بالتراجع بشكل واضح إن صح التعبير بالمقارنة مع القراءات السابقة، ولكن في أساس وضمنيته لا يزال خطر قائم وكبير. بالتالي بالنسبة للمنطقة الأوروبية الأمر واضح، يحتاجون إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر، الاستمرار في رفع أسعار الفائدة، ذلك قد يضغط على النمو، ولكن التضخم يجب أن يهبط إلى مستوى أدنى بكثير مما هو عليه، وأعتقد ذلك سوف يبقي بشكل كبير مؤشرات مديرية المشتريات دون القراءات المرغوبة فوق 50. ممكن نشهد استمرار تحت الضغط للقراءات، ولكن الإشارة الضمنية إلى أنه المركز الأوروبي مضطر ضمنيا إلى تشديد السياسة النقدية، ويحتاج فعليا إلى وقت أطول لتشديد السياسة النقدية. لا تزال أسعار الفائدة منخفضة بالمقارنة مع تلك الموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعطي المجال والأسبقية للمركز الأوروبي أن يستمر بعملية التشديد في الفترة القادمة. هذا ممكن يترجم لماذا اليورو نراه الآن قرابة 1.10، وممكن جدا أن يواصل الارتفاعات بشكل واضح في الفترة القادمة نحو مستويات 1.14 1.18 حتى، هي المستويات اللي ممكن أن نشهدها لزوج اليورو دولار أمريكي في الفترة القادمة. ليس فقط ضعف أو تراجع بالدولار الأمريكي نتيجة اقترابنا من قمة تشديد السياسة النقدية هناك، وإنما أيضا لأنه يوجد المساحة والمجال أمام البنك المركزي الأوروبي لمزيد من التشديد في السياسة النقدية، وأيضا يعني بعض الأعباء أو المشاكل المتعلقة سواء كانت بأزمة الطاقة أو بالتوترات الجيوسياسية أصبح تأثيرها أقل على المنطقة الأوروبية. نعم رائد، سمعنا أيضا بعض التصريحات من كريستين لاغارد فيما يتعلق بعودة انفتاح الاقتصاد الصيني وكيف انعكاساتها إيجابية على الاقتصاد العالمي، لكن أشارت إلى موضوع التضخم بالنسبة وتأثيراته لربما ما هذا الأمر يؤثر على أيضا منطقة اليورو من خلال ارتفاع الطلب على الطاقة. برأيك كيف تقرأ هذه التصريحات؟ واليوم عندنا تصريحات أيضا بالنسبة لكريستين لاغارد، ما المتوقع أيضا؟ يعني احنا عندنا مجموعه من القراءات المهمه حقيقه، في عندنا كان التصريح اللي ذكرناه واضافه الى تصريحات كريستين لاغارد. بالنسبه للتضخم في الوقت الراهن لا يزال هو الشبح الابرز بالنسبه للمنطقه الاوروبيه، ومثل ما تفضلتي قلتي ارتفاع وطلب اكبر وانفتاح في الاقتصاد الصيني ومحاولات للطلب الاكبر على اسعار النفط قد يؤثر ضمنيا بالتكلفة على أسعار الطاقة، مثل ما قرأنا قراءات CPI التي صدرت من الولايات المتحدة الأمريكية والتي اكتشفنا بالتدقيق بالتفاصيل كانت في الملابس في الأحذية في الطاقة، ولكن كان لا يزال الغذاء مرتفع، لا يزال هناك الخدمات مرتفعة. أعتقد الأمر نفس الوضع حاليا، ولكن نضيف إليه لأنه الطاقة لا تزال نسبيا مرتفعة بالنسبة للمنطقة الأوروبية نتيجة التوترات الجيوسياسية والحرب الروسية الأوكرانية. بالتالي نحن يضعنا ذلك بضغط إضافي، لأنه المركزي أو مستويات التضخم في المنطقة الأوروبية لا تزال غير مقبولة على الإطلاق ومعرضة إلى أنه يكون هناك ضغط كبير على الاقتصاد. بالتالي يجب أن يكون هناك مجابهة لذلك من خلال نبرة تشددية أكبر من قبل المركز الأوروبي، وربما رفع أسعار فائدة 50 نقطة أساس. رائد، يعني رائد كان هناك بعض التوقعات أيضا تقول بأنه لربما الاقتصاد الأوروبي قد ينجو من الوقوع في ركود، أنت شو رأيك بهذا الأمر؟
يعني لا محالة، هناك أكثر من 50% من البلدان الأوروبية ستسقط في الركود الاقتصادي، بنتيجة أنه نحن كان عندنا ارتفاع في أسعار الطاقة، كان في عندنا تخلف بالعديد من النقاط الأساسية فيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية أو النمو الاقتصادي، بالتالي نحن وقعنا فعليا بأزمة الركود، لأنه كان في عندنا ديون أصبحت سدادها بمستويات أعلى، تكلفتها طبعا سدادها بمستوى أعلى، وفي نفس الوقت عندي أنا يعني جميع المؤشرات الاقتصادية لا تزال ضعيفة نسبيا. صحيح أنه يتم استخدام السياسة النقدية بالوقت الراهن لمحاولة يعني مجابهة ارتفاع مستويات التضخم، ولكن الركود الاقتصادي مع وجود أسعار فائدة مرتفعة وتكلفة اقتراض أعلى سيؤثر بلا شك على النمط الاستهلاكي، وذلك يعني حتى لو قلنا أنه الاقتصاد الصيني انفتح وعادت الدول للعمل بشكل إيجابي، أعتقد هناك كلفة يجب دفعها في الوقت الراهن، أنه ما راح يكون عند النمو الاقتصادي مع أسعار فائدة مرتفعة بالشكل المطلوب، بالتالي سوف يقعون بانكماش، ولكن انكماش مؤقت وليس نعم. مستدام أو طويل. رأيي دعنا نعرج على الأسهم الأمريكية خاصة التكنولوجية، يعني تعلم وتتابع الأداء الإيجابي للأسبوع الثالث، ارتفعت بعد 4 جلسات من الخسائر. هل سبب ذلك في تقديرك مرجعه التفاؤل إلى تراجع خطر الركود، ما يرفع شهية المخاطر عند المستثمرين؟ يعني 11 سيكتور او قطاع كان ادائهم من الاس ام بي 500 كلها بالاجمال ايجابا. اذا نظرنا باعلانات الارباح نلاقي انه اكثر من 55 شركه، اكثر من 80% من الشركات اللي كان مزمع اعلان ارباحها كان ادائها افضل من التوقعات. شفنا نتفليكس عم تشوف اداء افضل من التوقعات، شفنا خفض بالتكاليف على جوجل اللي هي تبع الشركه الام الفابت. يوجد بطريقه غير مباشره اعاده هيكله اعتقد بقطاع التكنولوجيا ساعد على انه استعاده الثقه في الاسواق، وبالتالي سعرت الاسواق ذلك بارتفاعات واضحه في هذه الاسهم، بالتالي ممكن نشوف يعني محاوله لدرء خطر انه يكون في عندنا ركود اقتصادي في الولايات المتحده الامريكيه، ولكن بالارقام صح التعبير نجد انه الركود الاقتصادي يعني بعيد نسبيا بالنسبه للاقتصاد الامريكي، والسبب في ذلك يعود بشكل واضح الى انه يوجد قطاعات حيويه في سوق العمل واضح بشكل جيد اداؤه الايجابي، والذي يدرى انه يكون في عندي انا وقوع بالركود الاقتصادي بشكل واضح، وفي نفس الوقت واللي بيعزز الناتج المحلي الاجمالي بنفس الوقت. نعم، ملف سقف الدين اللي عم نسمع صرنا هالأيام الأخيرة فيما يتعلق وتخلف وأنباء يعني بتقول لربما هل تتخلف الولايات المتحدة عن سداد الدين برأيك اللي وصل لفوق ال 31 تريليون دولار، كيف راح يكون انعكاسات هذا الأمر على الأسواق والاقتصاد الأمريكي أيضا؟ من عام 1960 حتى الآن 78 مرة تدخل من قبل لتعديل سقف الدين الأمريكي، هو أزمة أصبحنا نراها منتظمة، وهو صراع دائم، اللي بيكون على رأس السلطة يبحث دائما عن رفع سقف الدين دون جدال أو نقاش. بالنسبة للجمهوريين الآن يضعون ضغوط كبيرة أنه يكون هناك ضغوط على عملية الإنفاق الحكومي حتى يكون هناك موافقة أو تمرير للقرار. أعتقد هذه القواعد والقوانين والاشتراطات لرفع سقف الدين تتتالى بشكل كبير، وصلنا إلى مرحلة إلى أنه الآن يعني التوجه نحو قروض يمكن سدادها، يمكن يعني استخدامها قابل بشكل سريع لتوليد العوائد، وبالتالي يكون السداد. أعتقد عملية الاستدانة أصبح عليها اشتراطات كبيرة ضمنيا، بحيث انه تكون اي ديون جديده يتم اتخاذها سوف تكون يعني يتم استخدامها بطريقه يمكن توليد العوائد او يمكن توليد عفوا الالتزامات بشكل سريع، ولكن العمليه الابرز انه راح يكون في هناك اتفاق من قبل الجمهوريين والديمقراطيين على رفع سقف الدين اللي هو عند 31.4 تريليون دولار امريكي، ولكن الابرز من ذلك او الاهم من ذلك هو عمليه تقليص هذا الحجم الكبير من الدين العام من خلال عمليه ممنهجة، ويكون فعلا هناك خطة رئاسية جديدة أنه يجب التحكم بهذا الدين. شكرا جزيلا لك رائد خضر، وأنت كبير استراتيجي الأسواق في مجموعة إيكويتي، شكرا لك.